اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وتاني فقراتنا في نهارك سعيد. زي ما قلنا انه الاحتفال بيوم اليتيم بيبقى عالميا يوم 1 ابريل، لكن في مصر احنا بنحتفل بيه في اول جمعه من شهر ابريل. طبعا غالبيه المشاركه فيه بتبقى بشكل تطوعي، لكن دايما زي ما كنا بنقول في المقدمه بيفضل انه لو في مشاركه من فنانين او في مشاركه من شخصيات عامه يا ريت يساهموا في جمع تبرعات لليتامى فعلا، لانه ده هيبقى افضل بكتير جدا من مجرد الظهور والصور. هنتكلم بالتفصيل عن الاحتفال بيوم اليتيم، هيكون معانا المنسقه للاحتفال بيوم اليتيم ومديره فروع احد جمعيات الايتام استاذه سهر الشربيني. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك، ابتدت منين فكره الاحتفال بيوم اليتيم العربي ونشرها في بقيه الدول المجاوره؟ تمام. هو احنا اول ما بدانا فكره يوم اليتيم ما كانتش لسه فكره يوم اليتيم العربي بالاسم ده لسه ظهرت. احنا بدانا الاحتفالات او بدانا التفكير في الموضوع نفسه تقريبا سنه 2004، من منطلق احساسنا انه الطفل اليتيم من حقه ان هو يبقى ليه يوم يتجمع فيه الناس كلهم حواليه علشان نبتدي ننشئ علاقات جديده ما بين الايتام وما بين كل الناس اللي عايشين حواليه. لانه كان في الوقت ده للاسف لسه نقدر نقول لسه كان في ناس بتحط فئه الايتام كفئه لوحدها، وده احنا ضده، الفكره دي احنا ضدها تماما. احنا مع فكره انه كل الايتام اللي في الدور او في البيوت، ويمكن الايتام اللي في الدور يمكن بيبقى وضعهم شويه اصعب، لكن احنا مع فكره ان هم لازم يندمجوا في المجتمع. طب حضرتك متفقه معايا في جزئيه انه المفروض ان الشخصيات العامه والفنانين يبقى ليهم دور اكتر في جمع التبرعات اكتر من الشو الاعلامي، ولا المفروض يساهموا ازاي؟ بص حضرتك، هو التبرعات مش شرط تبقى نقديه بس، ومش شرط تبقى عينيه بس. انا لما بستقطع من وقتي ساعه او ساعتين او ثلاثه في الاسبوع واروح ازور الاولاد في دار الايتام، ده انا كده بتبرع بجزء من وقتي، بتبرع بجزء من مجهودي. الولاد مش بس محتاجين تبرعات نقديه، ومش بس محتاجين فسح، لا، هم محتاجين ان هم يحسوا بان هم مقبولين من الناس اللي حواليهم كلهم. طيب، أقيم بأحد الفنادق الخاصة مؤتمر صحفي ليوم اليتيم العربي 2012، وضم المؤتمر العديد من الشخصيات العامة والسياسية والدينية اللي تناولت أهمية الاهتمام باليتيم ومساعدته. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع ضيفتنا لخبر. تحت عنوان دور الجهات الحكومية وغير الحكومية في رعاية وحماية الأيتام في ظل المتغيرات الحالية في المنطقة العربية، عقد مؤتمر نظمته إحدى الجمعيات الأهلية الخاصة، وذلك احتفالاً بيوم اليتيم للعام التاسع على التوالي. احنا معاهم طول السنة، ويمكن بقول لحياتك اللي عنده جمعيات او عنده مؤسسة او بيعمل في العمل الاجتماعي ما بينفصلش عن اليتيم وما بيعرفوش يوم واحد، هو معاه طول السنة من خلال التكافل الاجتماعي، من خلال متابعة في الاعلام، متابعة في الامور الصحية، متابعة في المواسم، متابعة في رفع الروح المعنوية والنفسية وكل حاجة، احنا مش منفصلين عنهم. العنوان في حد ذاته بيقول ان لم يجتمع العرب منذ سنين الا على هذا اليوم. في 2006 اجتمع وزراء الشؤون الاجتماعيه في جامعه الدول العربيه، اقروا ان يكون يوم اليتيم العربي على مستوى جميع الدول كلا حسب طبيعته وتوقيته. النهارده في القاعه وفود من الدول العربيه، النهارده ممثل امين عام جامعه الدول العربيه، النهارده بقول العرب التقوا على قلب الخير وهو يوم اليتيم العربي. الحقيقه ان مصر لعبت الدور الاساس في تعميم هذه الفكره لتشمل العديد من البلدان العربيه. وده تم، وانا شاركت اكثر مره تحت رعايه الجامعه العربيه بهذا الاحتفال اللي بيعبر عن التواصل بين ابناء الامه العربيه حتى في همومهم ومشاكلهم وازماتهم. احنا محتاجين ده، كما اننا نحتاج دائما الى التواصل السياسي، نحن في حاجه الى التواصل الاجتماعي. هذا اليوم هو تعبير عن هذا التواصل، نتمنى ان يستمر، وفي نفس الوقت نتمنى دائما ان يتصدر هذا المشهد
أبناء الشهداء في فلسطين وفي العراق وفي كل عالمنا العربي، حتى يشعروا بالفعل أن الأمة من حولهم وأنهم يكرمون من هذه النخب سواء كانت نخب مصرية أو نخب عربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اليتيم العربي، نحن نعتز في هذا اليوم بأننا نكرم جسدا أو جزءا من أجزاء هذا الوطن وجزءا من أجزاء هذه الأمة، وهو الطفل اليتيم الذي يبين الإسلام أن هذا الطفل اليتيم الذي فقد أبوه ينبغي أن يكون له آلاف من الآباء، أن يقوم المجتمع له مقام أبيه. لا، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن ننظر إليه، لأنه هذا الطفل الذي فقد أبوه لابد أن نوفر له ما كان ينبغي لأبيه أن يوفره له إذا كان حيا وموجودا على الحياة. وكذلك هذا الطفل اليتيم نقول له أبشر أيها الطفل اليتيم، فإنك مؤتسيا ومقتديا بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم في يتمه، لأنه ولد يتيما من الأب، والله عز وجل يقول له ألم يجدك يتيما فآوى. وكذلك نقول لكافل اليتيم لم ينسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهملك، وإنما ضمن لك الثواب إذا كفلت يتيما، إذا راعيته وعملته كأبنائك. فقال صلى الله عليه وسلم في درجة يستطيع الإنسان أن يعيش 60 سنة أو 70 سنة قد لا يصل إليها بعبادته، وإنما يصل إليها برعايته لطفل يتيم وكفالته له، فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى. إذا كانت الثورات الماضية قد لقبت بالربيع العربي، فأيضا الاحتفال بيوم اليتيم لم يكن احتفالا مصريا خالصا، ولكن احتفالا عربيا تضامنا مع القومية العربية. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وشكرا أشرف عبد الوهاب على التقرير. ومستمرين في لقائنا مع أستاذ سهر الشربيني، منسق الاحتفال بيوم اليتيم. وزي ما احنا شفنا المؤتمر الصحفي والتمهيدي لليوم للاحتفال باليوم العربي لليتيم 2012، كان الكلام فيه زي ما احنا سمعنا، يعني كان الكلام فيه مهم جدا، وكان كل الشخصيات العامة وكل المهتمين بيؤكدوا على أهمية رعاية اليتيم. المؤتمر تم يوم الاثنين 2 أبريل 2012. لو رجعنا لحضرتك تكلمينا تقولي لنا تفاصيل أكتر عن المؤتمر. المؤتمر طبعا كان فيه وفود كتير من دول عربية كتير قوي، من اللي هم اقتنعوا بفكرة يوم اليتيم يمكن من سنة 2006، لما زي قطر، البحرين، الكويت، تونس، كتير جدا من الدول العربيه بتبعت وفود من عندها. احنا فكره ان احنا ننقل يوم اليتيم من احتفال في مصر الى احتفال اكبر واوسع شويه يبقى في الدول العربيه بدات عندنا من 2006 تقريبا. في مجموعات عمل من الجمعيه عندنا سافرت دول عربيه كتير لطرح الفكره، بحيث ان احنا نقدر نوحد التاريخ بحيث ان يبقى يوم اول جمعه من ابريل احتفال عام في الدول العربيه كلها. سنه ورا سنه عدد الدول العربيه اللي وافقوا واللي اقتنعوا بالفكره بيزيد. قد يكون مش كل الدول بتحتفل اول جمعه من ابريل، في دول تانية بتحتفل قبل او بعد، لكن احنا كان يهمنا جدا نشر الفكره نفسها. بفضل ربنا سبحانه وتعالى لما لقينا ان الفكره لقت قبول عند الدول العربيه اطمعنا بقى، وحبينا ان احنا ننقل الموضوع لمرحله العالميه، انه ينزل على الاجنده بتاعه الامم المتحده اليوم العالمي لليتيم. فعملنا من سنتين وقفه قدام الهرم، ودعينا الحكام بتاع موسوعه جانس علشان ندخل الموسوعه، مش فكره خالص ان احنا افتكر اليوم ده، وحتى كان جابوه في كل القنوات التلفزيونيه بالظبط كده. احنا وقفنا 5000 طفل، مش طفل يتيم، هم كانوا من اطفال المدارس في الظل بتاع الهرم، وكانوا كلهم ماسكين علم مصر في ايديهم لمده 10 دقائق على ما اتذكر، كان الرقم حوالي 5500 طفل تقريبا. وخدنا فعلا الرقم القياسي ودخلنا موسوعه جانس، وكل الهدف من الموضوع ده نشر فكره يوم اليتيم. فاحنا زي ما قلت لحضرتك، احنا زي ما الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ننشر الفكره في الوطن العربي كله، طمعانين ان الموضوع يكبر اكتر ونوصل للعالميه ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن دور الجهات الحكوميه ودور المنظمات غير الحكوميه او الـ NGOs، تمام، دور الحكومه مفروض انه يكون ايه؟
بالنسبه لرعايه الايتام، او مطلوب منها ايه في ظل المتغيرات اللي احنا فيها دي كلها، وطبعا في ظل ازمات ويعني الى اخره من عجز موازنه وقروض وي وي وي، المفروض انه يكون دور الحكومه ايه، والدور الملقى بقى على المنظمات الغير حكوميه الان جي اوز المفروض يبقى ايه؟ هو خلينا نقول انه في دور ايتام كتير او في جمعيات اهليه كتير بيتبعها دور ايتام هي بتندرج تحت الان جي اوز او المنظمات العمل الاهلي او الاجتماعي. دي بتبقى الميزانيات بتاعتها بتعتمد بشكل كامل على التبرعات اللي بتيجي سواء نقديه او عينيه. في بعض دور الايتام الثانيه او دور الرعايه اللي هي بتبقى بتتبع الحكومه، اللي هي بتبقى الوزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن متابعة الأطفال فيها ورعايتهم والإنفاق عليهم. لكن أنا مش عايزة أفرق، يعني مش عايزة أعمل فاصل ما بين الأيتام دول والأيتام دول، هو كلهم محتاجين لنفس القدر من الرعاية، كلهم محتاجين لنفس القدر من الاهتمام. ما فيش شك طبعا إن احنا لو اتكلمنا مثلا عن المحافظات المختلفة، احنا كجمعيه في القاهره مقرنا الاساسي في القاهره هنا بنتعاون مع جمعيات كتير جدا يمكن يزيدوا عن 4000 جمعيه على مستوى مصر كلها، بنهتم بيهم، بنقدم لهم كتير من التبرعات، وخاصه في المواسم بندعوهم معانا هنا في القاهره علشان يحضروا الاحتفال الرئيسي بمناسبه يوم اليتيم. الفكره زي ما قلت لحضرتك انه مش الهدف فكره احتفال وحفله وبالونات وان هم يلعبوا في مدينه الملاهي والكلام ده، قد ما هو الفكره نفسها بدايه علاقه جديده. يعني انا عايزه اقول للناس، بفكرهم بس يعني بنرن جرس كده، يا جماعه ما تنسوش الايتام، اليتيم مش بس محتاج لك في يوم اليتيم، لا اليتيم محتاج لك على مدار السنه. خلينا نعتبر ان اول جمعه من ابريل دي بدايه علاقه جديده ما بيننا وما بين الايتام. طيب دلوقتي احنا عندنا في مصر مشكله في الجمعيات التاسيسيه ولغط كثير جدا بيثار في الفتره اللي فاتت، وانسحابات كثيره جدا، منها الرسمي المكتوب ومنها اللي تم بشكل اعلامي. واحنا بنقول المفروض انه الجمعيات التاسيسيه تمثل كل الاتجاهات وتمثل كل مصري. اليتامى نصيبهم ياخدوه ازاي في الدستور؟ لانه المفروض الدستور ده لكل المصريين. هل في اتجاه لانه يتم تمثيل اليتيم في الجمعيات التاسيسيه ولا ده خارج الحسابات كلها؟ خلينا نتكلم، انا يعني هتكلم انا صراحة. كجمعيه اهليه يمكن احنا بنعتمد في القوانين اللي بتحكم رعايه الايتام او في النصوص القانونيه اللي بتحكم رعايه الايتام وكيفيه محاسبه القائمين على رعايتهم، بنعتمد بشكل كامل على الحكومه او على وزاره التضامن الاجتماعي في القوانين دي. لكن انا كجمعيه خيريه او نقدر نقول لو اخذنا ممثل مثلا عن الجمعيات الاهليه كلها اللي بتشتغل في مصر وبالفعل دخل في اللجنه التاسيسيه للدستور، طبعا دي حاجه هتبقى لان هو اكتر درايه يمكن بالتفاصيل بتاعه عمليه رعايه الايتام والدور اللي هم عايشين فيها. لكن احنا بنعتمد طبعا اعتماد كلي على وزاره التضامن الاجتماعي، لانه ده من ضمن يعني احنا كلنا كجمعيات تابعين في الاول ولا في الاخر لوزاره التضامن الاجتماعي، فاحنا بنعتمد عليه اعتماد كلي في سن طبعاً القوانين. طبعا اكيد انتم معتمدين علينا، بس انا بتكلم هل في الاطار العام، يعني هل دي فكره مطروحه ان يبقى في ممثل يتكلم عن احتياجات الايتام في الجمعيات التاسيسيه بغض النظر طبعا عن وزاره التضامن الاجتماعي، لان دي سلطه تنفيذيه، احنا بنتكلم على الدستور اللي هينبع منه بعد كده قوانين وهيطلع منه تشريعات تخص اليتيم الايتام وغيرهم بالزبط. على قدر علمي لا، ما حصلش ان في توجه في الاتجاه ده، انه يبقى على حسب ما انا اعرف، يعني انه لا ما حصلش ان في توجه ان احنا يبقى في ممثل عن الجمعيات الاهليه او ممثل عن دور الايتام في اللجنه التاسيسيه للدستور. طيب نتمنى ده، لانه ده مهم جدا لكل افراد المجتمع، وانه اليتيم هو جزء في الاخر بالتأكيد من مجتمعنا. طيب هل عند سن القوانين اللي يجب توضع في الاعتبار اجراءات من شانها الحفاظ على استقرار وبناء هؤلاء الاطفال، يعني هل المفروض يبقى في سيستم معين تتبناه الحكومه بشكل مباشر
علشان ترعى هؤلاء الاطفال، خصوصا مع الازمات المعيشيه الرهيبه اللي احنا فيها. تمام، هو ما فيش شك طبعا ان كل ما يتعلق بالاطفال ده، بالاطفال اللي في الدور، لازم بيخضع للمتابعه وللرقابه الكامله، من ناحيه متابعه الاطفال من اول استلامهم في دور الايتام. يعني احنا انا لو هتكلم على الجمعيه اللي انا بشتغل فيها، احنا ممكن بنستلم الاطفال من سن يوم، الطفل بيبقى عنده سن يوم، في الفتره دي بيبقى محتاج رعايه صحيه، اذا انا لازم يبقى موجود عندي في الدار بصفه يوميه طبيب اطفال، يبقى لازم في تمريض، ممكن لازم يبقى مقيم. الطفل ده لما بيكبر شويه ويبقى يوصل مثلا لسن سنتين او ثلاثه، لازم يبقى موجود اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي. كبر شويه لازم يبقى وابتدى هيبتدي يدخل على مرحله المدرسه، لازم يبقى عندي في الدار الامهات البديلات اللي مؤهلين كفايه علشان يقدروا يراعوا الطفل ده وهو في فتره المدرسه. طبعا كل الخطوات دي وكل المراحل في عمر الطفل اليتيم لازم تبقى خاضعه للرقابه وللمتابعه من وزاره الشؤون الاجتماعيه، علشان نتاكد ان فعلا الخدمه اللي احنا بنقدمها للاطفال دول نقدر نقول يعني او نتمنى ان هي تبقى على المستوى اللي احنا كلنا بنتمناه. نتمنى ده، لانه الاهتمام باليتيم بيقيس حضاره المجتمع، وكمان عدم الاهتمام بيه ممكن يصدر الكثير من المشاكل المجتمع ويحولهم الى قنابل موقوته. استاذ زهر الشربيني المنسق العام للاحتفال بيوم اليتيم، بنشكرك وبنتمنى لكم التوفيق، وبنتمنى من السلطات التنفيذيه ومن الجمعيات التاسيسيه بتاعتنا انها تمثل اليتيم، لانه في امس الحاجه للرعايه. نشكرك جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، دي كانت نهايه فقرتنا. فقراتنا في نهارك سعيد مستمره بعد الفاصل، تابعونا.